بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كلمتنا اليوم هي عبارة عن وصايا عامة. هذه الوصايا اللي أنا بتكلم عنها عبارة عن 10 وصايا أو 11، وهي ملخص لكتاب اسمه حلية طالب العلم. ويفضل الإنسان قراءة هذا الكتاب لما فيه من الإرشادات القيمة لطالب العلم في طريق الطلب. والكتاب له شرح نفيس للعلامة ابن عثيمين، وكتبه الشيخ بكر أبو زيد، وشرح ابن عثيمين شرحا طيبا زاد عليه فوائد قيمة، وهو مما يستأنس به الطالب ويسترشد به في يعني ما يشحذ الهمة، وفي آداب طلب العلم، وفي وصايا للطالب قيمة جدا ونافعة. أنا اخترت من هذا الكتاب كلمات فقط، كلمات للأئمة، صحابة من التابعين وممن دونهم، يعني من برا منا إلا كلمة أو كلمتين من برا من الكتاب. طيب، هذه الوصايا إن شاء الله نتأملها وندارسها واحدة واحدة، يكون فيها الخير والمنفع علينا جميعا بإذن الله تعالى. طيب، الوصية الأولى قال وكيع. وكيع ده منه؟ ايوه، هو وكيع ابن الجراح ابن المنهال شيخ الامام الشافعي، وفيها الابيات: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فوكيع كان من العلماء، من ائمه الحديث، ومن الراسخين في العلم. قال: هذه الصنعة، يعني بها العلم، لا يرتفع فيها إلا صادق. هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق، دي كلمة وكيع. وكلمة صادق يا أخواننا تحمل على صدق النية وصدق الحديث، الاثنين تحمل على صدق النية وعلى صدق الحديث. أما يا أخواننا صدق النية فهو رأس الأمر، أنت طالب علم رأس مالك نيتك، رأس مالك نيتك، والإنسان بيتعلم بقدر نيته. عشان كده مرات واحد لما تقول له مثلا احفظوا الدرس الفلاني او كذا من القرآن، بيجي واحد حافظ والتاني بغلبه، السبب شنو؟ سبب اختلاف النية. وكل ما قويت نية الإنسان، كل ما تمكن من الحفظ وبحب العلم ويوفق إليه، عشان كده ربنا قال: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين قسم البدع لقسمين أو الكبائر، قال: كبائر تتعلق بالنية، وكبائر تتعلق بالعمل والسلوك. أما الكبائر التي تتعلق بالنية زي ناس الرياء والعد والحسد والكبرياء وغيرها، قال: وهذه أشد، أصعب الزول تكون عنده كبيرة
من كبائر الذنوب في أعمال القلوب أسوأ مما يكون عنده في أعمال الجوارح. ممكن يكون رجل زاني ورجل معجب بنفسه، وعند الله الزاني خير من المعجب بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طبعا الكبر ده هنا يا أخواننا ده الكبر في النفوس، مش اللبس وكده تكون قاشر ولابس لك لبسة سمحة كده، لا لا لا، ده ما ياهو الكبر. الكبر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بطر الحق وغمط الناس. فعشان كده شوف انت في طلب العلم راس مالك نيتك، واخوك بيتميز عليك بالنية، قاعدين في الدرس سوا وتقروا كتاب واحد كويس وتتعلموا نفس العلوم، وهو يتميز عليك اكتر منك. ليه؟ لصحة النية. والنية يا اخواننا الصادقة تحجب صاحبها من الضلال، ده صمام امان لك من الضلال. لو صدقت في نيتك ما بتضل، بتتوفق. ولذلك بتلقى يا اخواننا كثير من الناس الذين ضلوا في مناهجهم وفي عقائدهم السبب النيات. ربنا قال فأما الذين في قلوبهم شنو؟ زيغ، لاحظ، فيتبعون ما تشابه منه. طيب لو سألناك السبب الخلاهم يتبعوا المتشابه ويضلوا شنو؟ الزيغ في قلبهم أول حاجة، الزيغ في قلبه. عشان كده انت صمام الامان ليك من الضلال صدق النية. حتى النجاة يا اخواننا من الفتن في الدنيا، الفتن العامة، فتن في الدنيا، فتن النساء، فتن المال، الهوى، كله برضو النية. الإمام أحمد قالوا له كيف نجوت من سيف المأمون وصوت الواثق، دل اثنين من خلفاء بني العباس معتزلة كانوا، دل اللي قتلوا الأئمة وحاربوهم وكده، قالوا كيف نجوت من سيف المأمون وصوت الواثق؟ قال بالصدق. شفت تصدق مع ربك؟ الدنيا دي كلها لو هزتك ما بترميك، بس انت عارف المعلومة دي. وكن حريصا على إصلاح أمرك مع الله، ما تشتغل بذول، بس صلح أمورك مع ربنا، اللي بيهزك ما بيرميك تاني وما بتتقدر كويس. فنحن يا أخواننا دايرين في الأول نصلح نياتنا، وده مسألة فيها مشقة لكن ما صعبة. سفيان رحمه الله تعالى قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. الشيطان يخش لك بهنا تثبته، يخش لك بهنا وتثبته كويس. اثنين صدق الحديث، صدق بتاع الكلام. واحد كان صاحب للقمان الحكيم، كان صاحبه، وكانا يرعيا الغنم مع بعض. فعد زمن صاحبه الراعي ده وجاء راجع، فوجد لقمان الحكيم على مجلس والناس فيه بالعشرات، ولقى بدرس الناس الحكمة والعلم. قال يا صاحبي، تمام صاحبي، ونحن كنا بنسرح سوا، ما بلغ بك ما أرى. الوصلك شنو انت كده؟ نحن كنا بنسرح سوا. قال الصدق الحديث،
والسكوت عما لا يعنيني. لسانك ده تحرص عليه، صدق الحديث والسكوت عما لا يعنيني. أمنا خديجة رضي الله عنها الكبرى لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء داخل قال لها زملوني، وكان خائفا بعد ما جاء الوحي، فقامت بتهدئ فيه، كانت عاقلة، قالت والله لا يخزيك الله أبدا. شوف الكلمة دي تخط حتى خط، وده أنت كطالب علم وإنسان مسلم محتاج ليها، إنه ما تتخذل في الدنيا دي أصلا، دي أنت محتاج ليها. قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك قالت له لتصل الرحم وتحمل الكلة، الكل ده زول الواقع بترفعه، وتكسب المعدومة الما عنده بتدي، وتقري الضيف بتكرم الضيف، وتصدق الحديث. ابن حجر قال وهذه أشرف الخصال، وتصدق الحديث، وتؤدي الأمانة، وغيرها من الصفات. إذن يا أخواننا، نحن قبل ما نكون دعاة بنبلغ الناس كلامنا، نحن مفترض نكون ناس حاملين صفات قيمة. وأعلى الصفات الصدق، إن الصدق يهدي إلى شنو؟ إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. نحن دارين صفات فينا، تعرف الداعية القائم على الناس بقيمه أبلغ في الناس من المتحدث بيتكلم بخشمه ساي. زول بيكون عنده قيم بالجد كويس. يوسف عليه السلام لما سجنوه معاه اثنين في السجن، الاثنين دول قاموا سألوه، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا، لاحظوا، نبئنا، علمنا، ده الناس دارين العلم، نبئنا بتأويله، إنا أها نراك من شنو؟ الناس ما بيتعلموا منك إلا يشوفوك أنت زول كويس. إنا نراك من المحسنين، لكن إنت لو زول جايط وملخبط وليس لك قيم ولا أخلاق ولا معاملة، زول بيتعلم منك ما في، ما في زول بيتعلم منك. ولاحظ يوسف عليه السلام مع إنه أعطي شطر الحسن، لكن ما استفاده من منطقه وعلمه وإيمانه أكثر ممن استفادوا من شنو؟ من شكله. القضية ما قضية أشكال، والنظرة ما نظرة شكل، بل شكل يوسف كان سبب له إنه دخل وين؟ السجن. والمرق من السجن شنو؟ فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. عشان كده أنت أهتم بإيمانك، بصفاتك، بأخلاقك، دي المهمة. طيب، عشان كده يا أخواننا، نحن أول ما نحتاجه كطلاب علم نحتاج إلى الصدق، ودي أنا طولت فيها الشرح والكلام لأنها أهم نقطة. طيب، قال سفيان رحمه الله تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. طبعا في ناس بيفهموا إنه تعلمنا العلم لغير الله يعني رياء وسمعة، لا لا لا، في ناس يا إخواننا بيتعلموا العلم لشغف العلم. والسلف كان فيه الناس عندهم محبة للعلم، عنده شغف يتعلم دار معلومة. طيب، هم تعلموا لهذا السبب،
قال فأبى أن يكون إلا لله. وده الفائدة اللي احنا دارينها من هذه المقولة يا اخواننا، انه انت اذا شعرت في الاول الشيطان جاك وقال لك يا اخي شغلتك دي مالها الله سبحانه، شنو شايل لي كتاب وعامل فيك شيخ بتاع دين واقف في الجامعة بتتكلم وكده، يا زول شغلك ده مال الله. المقصود من المقولة دي انه الشيطان ما يوقفنا بالسبب ده، امشي قدامه حتى لو حسيت مرات انت كده عندك لكلكة ظاهرة عديل كده سويت لك حاجات مال الله، ما تقيف، لانه العلم ده لما تمشي فيه وبلف لك راسك وبجيبك لله. ده المفهوم، تعلمنا العلم لغير الله. لكن انت لما تيجي تقرا جوا في العلم ده بتقرا نصوص يصحي لك قلبك، ده يصحيك، عشان كده ما تقيف واصل. و عشان كده العلماء عندهم تعبير بيقول لك لا تكن ابا شبر. ابا شبر ده قالوا العلم ده ثلاثه اشبار، الشبر الاول بينفخك، مما تاخذ الشبر الاول ده تقرا الاصول الثلاثه والقواعد الاربعه وتدوق كتاب الطهاره وحفظت لك كم مساله كده في الفقه، طوالب تبدا بتكون كايسك لناس تغالطهم، ماذا قال الامام مالك فيما تعرف في كده، الاولى تنفخك الشبر الاول بينفخك وبتشوف نفسك انت زول زيك ما في، انا ابن جلا وطلع الثنايا متى اضع العمامه تعرفوني، بستفك تب في الاول. طيب الشبر الثاني ده بيرجعك بتبرد خلاص، تعرف انه في ناس اعلم منك. الشبر الثالث ده لما انتصلوا بتعرف انه انت جاهل ذاته، ما عندك اي حاجه. عشان كده قال تعلمنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله، هو براو بسوقك وبعرفك نفسك. عشان كده بقول لك دائما الزول بيقرا من الكتب دي من المضره، انك لما تقرا من الكتاب بتشوف نفسك انت عندك معلومات زول عنده ذاته ما في. يقول لك والله انا قريت كتاب الفقه او صحيح فقه السنه والفقه على المذاهب الاربعه وما عارف شنو، بتشوف نفسك ما في ذول زيك. لكن لما تيجي تقعد لغيرك بتعرف انه في معلومات ما عندك انت. طيب المقولة الثالثة، قال العلامة ابن باز كان يعني يستشهد بهذا البيت من الشعر، يقول ليس علما ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. القمطر الكتاب يعني، ليس علما ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. إذن يا أخواننا نحن علمنا اللي بنحفظه. ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال في آخر عمره قال ما بقي لنا من العلم إلا ما حفظناه، انتهى الكلام. طيب انت علمك قدر كيف؟ قدر حفظك ده علمك، المكتبة القاعدة في البيت دي ما حقتك، انت قال ده علمك؟ واحد عايل لك في مكتبته كده فتح الباري، لما نقرا لما نمشي كده فتح الباري سير علام النبلاء، يقول لك شايف العلم ده؟ ده ما حقك انت، ده حق الذهبي. ما حقك، وين علمك انت الحافظ؟ حافظ كم من القران؟ ده علمك. يقال لصاحب القران اقرا وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، يعني تحفظها تقرأها. والقراءة عند السلف يقول لك قارئ القرآن معناه حافظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سورة ثلاثون آية
جادلت عن صاحبها حتى دخل الجنة. سورة الملك. لكن لذول حفظها. فالعلم حفظ. والسلف يقول احفظ فكل حافظ إمام. وعلمك ما دخل معك الحمام. لما تيجي خاش الحمام تكون شايل معك حاجة، كتاب فتح المجيد ولا كده، اللي بيخش معك جوا الحمام ده علمك، الباقي ده ما حقك. ممكن تطلع على كتب كثيرة، دي ثقافة، تتثقف كده، تكون قريت كتاب المستطرف في كل فن مستظرف، كويس. دي ثقافات، قصص وحكايات كده، حاجات تفرفش بيها شوية، لكن علمك ما حفظته. والحفظ نية ثم تكرار. انتهى الكلام. دار تحفظ صح نيتك. تعال نرجع للباب الأول. واحد من السلف جاء قعد في المجلس بتاع شيخه بتاع الحديث. شيخه قام قال لهم كل زول ما حافظ القرآن يمشي. سلف زمان ما بعلموك الحديث إلا تحفظ القرآن. حافظ القرآن؟ لا، أمشي. رجع قال فعاد بعد 3 أيام وقد حفظ القرآن. 3 يوم بس يا راجل حافظ. أنا ما بستغرب الكلام ده يا أخوانا، ده ممكن أنا يعني أتحير فيه، لكن لا أستبعده. من صدقت نيته وفق، تتوفق. واحد من السلف قال حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد، ولو احترقت كتب الشريعة لأمليتها من صدري. تبدأ كتب الشريعة الإسلامية كلها تجيب صحيح البخاري مليك له كله، صحيح مسلم، السنن، المسانيد، المعاجم، كتب التفسير، الفقه، كلها مملك لها. والإمام الصرخسي يعني سجن في قعر بير، جدعوه جوا البير، جوا الطلبة حقينه قاعدين فوق البير بيدرسوا عنده وجوا البير. تخيل ده لا عنده كتاب براجع منه ولا إيش. فألف كتابا من 15 مجلد. الفصل الأول هو جوا، الجماعة بيكتبوا فوق، يقول لهم الفصل الأول باب كذا ويكتبوا. ألفوا الكتاب. ابن القيم الكتاب بتاعه بتاع زاد المعاد راكب في الناقة فوق، كتب الكتاب ده كله مش أقراه. كلام على الأسانيد وترجيح وكلام في الرجال وشغل كثير جدا. ابن عقيل الحنبلي كتب كتاب اسمه الفنون حقه، أظن المطبوع منه الآن حسب ما أتذكر 700 مجلد، ما 700 صفحة، مجلد 700. الكتاب اسمه الفنون ده، قال كتبه في الوقت اللي بقى تيجي ينوم بالليل، كتب كتاب الفنون. بيكتب له صفحات وبيدعين، بس بيكتب كده صفحات وبيدعين. ابن تيمية جوا السجن كتب علم جوا السجن وما عنده شيء ذاته يرجع له. قالوا حتى أكمل ما عنده من الأوراق، الورق اللي عنده كمل، فكتب على عمامته، فرش العمة حقته وكتب، كمل أي هدم عنده كتب فيه. انتهى ما لقاه، كويس، كتب على جدران السجن علم، ما لا جدران السجن كله، لأنه ده علم تاني ما بتلاقي بالساحل. بعد ما كمل أي محل يكتبوا فيه جلس يقرأ القرآن، يقرأ ويختم، حتى مات عند قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قرأ الآية دي ومات. شوف العلم ده حفظ، اللي بتحفظه ده علمك، تقوي نيتك وتكرر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحفظ إدامة النظر. يعني شنو إدامة النظر؟ انت في الليلة قفلتها جيت باكر
بعد باكر ده إدامة النظر ما بتنسى تاني تكرر كثير تكرر ويا اخوانا الحافظة دي شوف الذاكرة زي عضلات الجسم أصل الناس بتاعين الرياضة لما انت تكون بتاع كورة تعمل تمارين بتاع السويدي في الأول تلقى نفسك بتفتح شوية شوية لو وقفتها بتموت تاني لو جيت بدأت بيجيك تمزق صح الحفظ ده نفس الشيء داير تمرن نفسك عشان كده خلي لك حاجة انت يعني من الأشياء تمرن نفسك بالحفظ عليها أي شيء عشان ما تكون قاعد ساي ما تخلي ذهنك ده يموت أصلا ما تخليه يموت إن شاء الله في الشارع أحفظ اليافطات ما تعرف فلان للحلويات دي قاعدة في الشارع كده الحتة الفلانية فلان للباسطة في الحتة الفلانية يعني لو سألوك من الحتات دي كلها تكون عارف خلي ذاكرتك نشطة دايما للحفظ لقاك أي زول قال لك فلان كيف الحال وتعرف بيك أنا والله يا الخزين جبارة بس أحفظه مرن نفسك تحفظ الأسماء أول أرقام التلفونات ما تخلي ذاكرتك دي قاعدة خاملة لأنه لما تخمل عشان تجددها تاني مشكلة خليك دائما انت في رياضة متواصلة ما تقف طيب المقولة نمرة خمسة دي جمعنا معها بتاعت ابن عثيمين نمرة خمسة قال وكيع رحمه الله تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا كله صحيح تفقهوا قبل أن تسودوا أنت عارف الزول طالب العلم ده وانت عليك سمت العلم ما شاء الله اللحية وجلابيتك ظاهر طالب علم الناس حيجي من الأيام يبقوك شيخ حتى لو انت ما تبقى شيخ انت شيخ ما عندك حلل وخاصة لما تكبر في أسرتك انت صغير كده ما لسه بتشوفوك صغير لكن اول ما تكبر شوية انت حتبقى زعيم الأسرة بتاعتكم ده لو ما الحلة كلها ده لو ما البلد كلها الناس بيزالوك بيزالوك عشان كده قال لك تفقهوا اول شيء قبل ان تسودوا قبل ما الناس يجي يهبشوك يلقوك فاضي اتملي بالعلم ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله السؤدد في السواد السؤدد يعني انت عشان تبقى سيد بالجد في السواد شعرك ده اسود يوم اللي بدا الشيب واشتعل الراس شيبه تاني ما بتقدر تحفظ والعلم بيتقل عليك لكن انت لسه يعني ذاكرتك طريه وعمرك صغير كويس اكتسب العلم قال ابن رجب من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه المقوله دي مشهوره عند الناس واصل المقوله دي الفقهاء بيقولوها في مساله الميراث انه الانسان اذا كان عنده ميراث واستعجل تحصيل ورثته فقتل موروثه يكون عندك جدك ولا ابوك ولا اي من ترث وانت دار تستعجل الورثه بتاعتك سريع وبعد ذاك طول باله ذاته كبير وما دار يموت تقول ياخذك الرهنه ذاته يا اخي كم مات عشان نشيل ميراثنا تقتله عشان تشيل الميراث ده من موانع الميراث ما بدوك تاني عشان كده يقول لك من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بشنو؟ بحرمانه وكذلك انت في العلم لا تتعجل خطوه من خطوات الطريق يعني دار تبقى شيخ سريع ده الفهم تبقى شيخ سريع تقوم تتجاوز خطوات معينه بدل تقعد وتدرس العلم وكده طوال تعمل لك صفحه في الفيسبوك وتكتب فيها
أسئلة المستفهمين. يلا سؤالك بيجاي طوالي شغال بتفتي في الناس. لا 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 كده أنت بتحرم بركة العلم. بتحرمها كيف؟ يومك ربطت عمتك وعملت فيه أنت خلاص الشيخ، تاني نفسك بتاب لك كونك تجلس تتعلم، وتاني هتخجل من قول الله أعلم، بتخجل منه وبتخجل من كونه زول يسألك وما تجاوب، مما يسألك طوال يقول له أي نعم طبعا دي أيوة بتجوز يا زول بتجوز. ساي شفت العلم ده تدي حقه، حقه انك تجيب في المحطة حقتك، ما تجيب في محطة قدامة، محطتك بس اجيب فيها. مما تتجاوز المحطات انت حتجيب لك في محطة الركاب بتاعنا هذول انت ما بتعرفهم وبتتورط. كويس. طيب سابعا من آداب التعلم، قال ابن القيم رحمه الله: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. في العلم كله يا اخواننا دي من آداب العلم. ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنه لما وجد مقاما عظيما، ابن عباس مقامه كان كبير مع انه هو صغير في السن، كان عمر بن الخطاب بيجيبه مع شيخ بدر مع كبار الصحابه الذين شهدوا بدرا، وابن عباس صغير. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما ما بلغ الحلم، في زمن عمر بيقعدوا مع شيخ بدر كبار الصحابه واهل العلم الكبار، ابن عباس قاعد معاهم. قال الراوي في السير قال: حتى وجد بعض الصحابة في أنفسهم قالوا: يا أمير المؤمنين عندنا مثله، عندنا أولاد قدره. قال: فأراد عمر رضي الله عنه يوما أن يختبرهم. ودار يوريهم مكانة ابن عباس هو ليه جابه هنا. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. الصورة. قالوا: أمر الله تعالى نبيه إذا فتح عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. قال: ما أعلم منها إلا ما قلتم. أنا ذاتي علمي منا قدر علمكم ده. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: ليس هذا تفسيره. ما يهو. قال: هذه الصورة نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نعي رسول الله. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا فتح عليك والناس دخلوا في دين الله أفواجا، فاعلم إنه اقترب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ها قال لهم شفتوا. فوراهم ليه ابن عباس الشاهد عندنا. قالوا: كيف نلت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. اللسان السؤول ده معناه تسأل كويس، الزول يعرف كيف يسأل. وقالوا: حسن السؤال نصف العلم. تسأل والكلام اللي بيقول لك تعقل صح، ما تبقى يقول لك الكلمة زيدا فتكتبها عمرا وتبلغها خالدا. في ناس عندهم طربشة ودروشة. خليك مركز. فسل تفهما لا تعنتا. ودي اخوانا من الآداب المهمة، يعني مما يجب على المعلم أو للمعلم على الطالب.
ما يكون أسئلتك بتاعت يعني دار تظهر علمك أنت ولا ضعف المعلم، لأنه ما من معلم يعلمك إلا وعنده قصور، عنده قصور، وخاصة نحن اللي بنعلمكم ديل. يعني ما تتخيل إنه أنت لو مشيت معاي في مجال أنا بمشي معاك قدر ما تزهني أمشي معاك لقدام، لا بعد شوية بقيف. فلا تسأل تعنتا، إنما اسأل أيوة تفقها تستفيد من المعلومة، وإذا حسيت بأنه شيخك ما عنده يعني اتجاوزها كويس. وحتى في السؤال أحيانا بيكون السؤال عشان تعلم به غيرك، مرات بيكون السؤال عشان تصحح به معلومة، ممكن تكون ده تصحح به معلومة عند الشيخ. بتذكر واحد من أخواننا كان كنا راكبين سوا قبل 5-6 يوم كده، بعدين مر بينا موقف كده حاجة عجبتنا، أنا قلت ما شاء الله، حاجة في الشارع ما بتذكر حقتنا حق الزول تاني، هي ما حقتي أنا يعني، لكن أنا قلت ما شاء الله. مشينا مسافة، أخونا ده سألني قال لي يا أخي أنت التفصيل شنو في مسألة ما شاء الله وتبارك الله؟ تمام؟ قلت له يا أخي التفصيل حقتك، الحاجة حقتك بتقول ما شاء الله، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وحقت غيرك بتقول شنو؟ بارك الله أو تبارك الله أو اللهم بارك أو أي عبارة فيها شنو؟ الدعاء بالبركة. فهو جزاك الله خير قال لي وسكت، هو فهم وأنا فهمته إنه أنا قبيل غلطة، أنا قبيل حق الزول داك قلت شنو؟ قلت ما شاء الله وغلطان أنا. الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر عنه واحدة من لطائفه إنه يوم من الأيام بيعرف واحد من المشايخ، هو من أهل العلم وهو سني ما هو صوفي ولا مبتدع، لكن ذلك الرجل يقول عنده رأي في مسألة الحلف بالكعبة، بيقول والكعبة بيحلف بالكعبة ذاته كويس. فالشيخ محمد الوهاب جلس في المجلس حقه وقام قال له يا شيخ عندي سؤال، قال له تفضل، قال له عندي صورة أخطئ في قراءتها فصوبني، قال له تفضل. قام قرأ الصورة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فليعبدوا شنو قال؟ هذا البيت. الشيخ قال له لا يا هذا لا، فليعبدوا رب هذا البيت. إذن لا يعبد البيت؟ قال نعم لا يعبد البيت، إنما يعبد رب البيت. وسكت على كده. الزول طوالي فيهما ما يستحلف بالبيت، ما تقول وشنو؟ ها والكعبة، إنما تقول ورب الكعبة. فده يا إخواننا من يعني حسن الأدب، وحسن الأدب يدل على صدق النية ويدل على سلامة الصدر ويدل على إنه الإنسان ده يمشي لقدام. لكن في ناس بيكون الواحد لابد زمن ومتخيل إنه ممكن يرمي شيخه ده بحاجة واحدة، يلقى له فرصة كده حنكله من كرة ويرميه وخلاص وقع. لا 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 لا، ما من السلف من رجل إلا وله زلة. الإمام الشافعي قال ما منا من رجل إلا وتعزب عنه سنة، تعزب يعني تغيب. أئمة كبار أنت بتجي تلقى استدراكات فلان على فلان، استدراكات مثلا الذهبي على الحاكم، استدراكات الفقهاء من بعد الإمام مالك استدركوا على مالك، استدركوا على الشافعي،
صدرك وعلى من؟ على أئمة كبار لكن ما رمون، لأن الزول الماشي دغري بيغلط لكن ما بتقدر ترميه. أعرف المعلومة دي. أما زول الزائغ داك انت لما تلقى فيه فرصة تدقه وترميه لأنه أصلا زائغ ومرضان. لكن أخوك لو دار ترميه بالزلة ما بيقع عليك، بتقع أنت، لأنه أنت ما صدقت معه في المعاملة، ما صدقت. لو صدقت مفترض أنت تصلحه. عشان كده ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. قال: وقد يصاحب هذا الغسل أو الغسل شيء من الخشونة، فينعم بعدها بطيب النقاء والراحة. انت بتصلحه مرات تصلحه بخشونة، المهم، لكن المطلوب منك انت تصلح عوج اخوك لكن ما بترميه. طيب، ثمانية، قال ابن المبارك: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ابن المبارك ده زول كبير في العلم، كبير جدا. قالوا كان يسمى أمير المؤمنين في كل شيء في العلم، دول من حملة علم الحديث ومن الثقات، وفي الزهد كان رأسا في الزهد، وفي الإنفاق زول مليان قروش. أسعى لك الله، دي بتتلمى لزول بالساهل، علم وزهد وقروش راقدة، كان غنيا. مع ده كله لما نجيب السيرة بتاعت مشايخه قال لك: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. يعني ما تقول ابن المبارك وعطاء ابن أبي رباح، ده فوق منه، أو ابن المبارك وابن عباس، ده صحابي، لا. قال لك ده ما من الأدب. شوف الناس اللي بيعلموا فينا في الآداب كيف ذاته. نحن من المطلوب مننا يا أخوانا نعرف مقامات الناس. يعني ما ممكن واحد تلقى بيكتب في الفيسبوك: مشايخ الدعوة السلفية، كويس، ابن باز، ابن عثيمين، ربيع المدخلي، الفوزان، مزمل الفقيري. يا أخي ده عدم فهم منك، والله عدم فهم. ياخذ للناس مقاماتهم. الفوزان وابن باز ده الأئمة وعلماء كبار، ما ممكن تجد خط معاهم شهاب عوض ومزمل الفقيري وآداب. ده ما محلهم هنا، ده ما محلهم. أدي أي زول مقامه. شيخك علمك بس أديه مقاسه. طيب شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خير، شيخنا ومعلمنا، انتهينا. لكن تلقى واحد كاتب لك أسود السنة بالسودان. يزور أسود السنة بتاع شنو؟ انت ما فهم الحاصل ولا شنو؟ الغلودة بخليك زول مطرطش سايتة. يا أخي زول أدي مقامه. ابن المبارك بيقول لك: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. قال لك نحن ناس مقعدين ذاته، ده ابن المبارك يقول لك نحن ناس مقعدين، ما تخطنا مع اللي يمشوا صحيح صحيح. كويس، أعرف مقامات الناس. عشان كده الناس لما دروشوا في الحاجات دي طلعوا شيوخ، بقوا أئمة كبار، وهنا الواحد فيهم ما قرأ كتاب التوحيد من الغلاف للغلاف، ما قرأ ذاته، بقوا شيوخ كبار، والعلامة فلان والمجدد. يا ناس أي ذول عنده لقب بس أدي لقب القدوم. طيب، تسعة، الأخيرة أو قبل الأخيرة، كلمة للشيخ ربيع حفظه الله تعالى، يقول: الجهل خير من التعلم عند أهل البدع. والكلمة دي قيمة جدا.
الجهل خير من التعلم عند أهل البدع. ليه يا أخواننا؟ لأن الجاهل سليم الفطرة، فطرة نظيفة. إذا سمع في القرآن الرحمن على العرش استوى بيفهم شنو؟ الرحمن على العرش استوى بس، ما بخش عليك في تفاصيل بتاعت أهل البدع ديك وكيف استوى ومعارف، ولكن كيف يحمله السماء وهو في السماء ياتا، ولما ينزل سيخلو منه العرش أو لا يخلو منه. اللخبطة دي كلها لما تمشي عند أهل البدع تتعلم بيعلموك ليها، لكن أنت لما تكون عامي زول عادي كده تسمع الرحمن على العرش استوى تفهم استوى خلاص. بتذكر مرة عشان تعرف اللخبطة بتودر الناس كيف وبتخليك تتكلم في أشياء العامي بيفهمها بدري. الكلام ده كان عندنا شمطة مع النزاراتية دي لك، هل يجوز الدراسة في الجامعات ولا ما يجوز، صف وجيه ولخبطة كثيرة جدا، والدعوة في الجامعات، بعدين واحدين أفتوا لا يجوز الدعوة في الجامعات وهذه أركان النقاش وهذه ما أدري شنو. بعد شوية جاءت فتوى من الشيخ الفوزان وأنا بستمع فيها ومعاي واحد من قرابتنا عمي ساي ما داخل في الشبكة دي كلها، بعدين بقينا مبسوطين كده نحنا، قلنا يا سلام جاءت فتوى من الشيخ الفوزان بجواز الدعوة في الجامعات. العام قاعد جنبي قال لي دار لا فتوى هسي، وده بالمناسبة ده أسلم جواب والله ده قيم جواب، قال لي دار لا فتوى. وزول قال لي ماشي يقول للناس اتقوا الله، دي هسي يقول لي امشي ما هي مش ساي، قال لي ما لا فتوى دي ذات الفطرة يا اخوان. انا ما منكوسة دي لك ما مشوا غيروها اليوم، واحد درسوا هذه المناظرات وانه ولخبطة فارغة ساي وما فهم الحاصل. وذي أيضا ذكرها الأصمعي من اللطائف، قال يوم من الأيام كنت أقرأ القرآن وإلى جنبي أعرابي، في أعرابي قاعد جنبه وبيقرأ في القرآن، قال فأقرأ في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، والأعرابي قاعد جنبه عربي ساي، قال له ما هكذا، والعربي ما حافظ القرآن ما هكذا قال الآية، قال تاني رجعت قرأت والسارق والسارقة إلى والله غفور رحيم، قال لي ما هكذا، قال لي كيف، والأصمعي من علماء اللغة وحافظ القرآن كيف قال لي ما هكذا، قال لي أنت قلت فاقطعوا أيديهما في الآية، فاقطعوا أيديهما تقول والله غفور رحيم، قال لي لو كان غفورا رحيما لما قطع، قال لي فتقول والله عزيز حكيم لأنه عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع، قال لك أن قلت الله غفور رحيم ما بقطع، قال فراجعت الآية فوجدت كلامه كلام الصح كلامه، لأنه فطرة سليمة، الفطرة سليمة. عشان كده أقول لك قولك إنت كم لقيت زول سني عديل تتعلم عنده اقعد ساي شيل لك مخدة وارقد بس اقعد ساي. الجهل خير من التعلم عند اهل البيت، شما يلخبطوك يا اخ، تبقى انت قلبك مليان ضلالات واباطيل لاول ليه ولا اخر. المقولة الاخيرة العاشرة، قال علي رضي الله تعالى عنه أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. والأثر ده يا أخواننا فيه إنه طالب العلم يحتاج إلى شيء مما
يعني يفرج عنه حاجة تفرج ليك وتتونس وتقابل الناس ذاته بوجه منبسط، ما تبقى زي الناس الواحد أول ما قرأ له كتاب كتابين طوال بركب له مكنة بتاعت شيخ كبير واحد من الزهاد القصاري يا زول في شنو؟ يقول لك السمت السمت يا مولانا. الطيب الصاري لهم ده شنو؟ ده الزنيبون شنو؟ البشر اللي قاعدين قدامك وانت صاري لهم ده زنيبون شنو ده؟ ده ما عندهم زنيب ياخذ الصوره له. ولا من السمت ولا حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم بتصف فيه ام معبد قالت كان محفودا محشودا له رفقاء يحفون به إذا تكلم استمعوا له وإذا وإذا أمرهم ائتمروا به محشود محفود لا عابس ولا مفند. لا عابس يعني لما نلاقي الناس ما بصر لهم، لما تقعد مع الناس يا أخي اقعد بوجه طلق وتونس مع الناس وفرفش واضحك وخش مع الناس في هموم وامور كده، ما تخليك ذول التصار اخلاقك يعني لشنو؟ والفائده منها شو؟ سرط الوجه كويس. الامام احمد قالوا كان اذا يعني خلا بنفسه، لما تكون قاعد براك بتقول في اذكارك وبتوعظ في نفسك وبتتذكر تجرد حساباتك ومصايبك اللي عملتها في الدنيا عبسة، قالوا كان عابسا. اقول لما تكون قاعد براك انت بتعمل في ذكرك وتحاسب نفسك خليك عبوس حاسب نفسك وزلة وزجرة. قالوا واذا جلس الى الناس انبسط، اول ما يقعد مع الناس يفرفش ويطرح وشه ويتعامل مع الناس بوجه صبوح، ما في داعي تصر وشك كويس. ولا تاذى الناس بسوء خلقك. سرط الوجه دي ما عندها اي علاقه لا مع العلم ولا مع اي شيء. معلش انت لو غضبان بتتكلم في خطبه في حاجه وجاء موقف بتاع غضب لله اغضب وصر وشك وفور الجامع كله اغضب لله، لكن بتتونس مع الناس سرط الوجه لزومه شنو؟ كويس. ف يعني مع العلم يحتاج الانسان الى شيء من مجالس الترفيه عن نفسه شويه وشيء من الكتب تحت الادب ويعني سير السلف وغيره مما تبتهج به النفوس، فده الانسان بيحتاج له. دي اخواننا 10 مقولات من مقالات اهل العلم، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بها.